نجمنا النهارده في السادسه، يعني مشوار طويل جدا، ويمكن حتى ارقام البطولات اللي حققها مع النادي الاهلي تتخطى او تتجاوز الرقم ده. هنعرف منه طبعا بالتاكيد ابن من ابناء النادي، فبتبقى الامور بالنسبه لهم شويه مختلفه. اللي اتربى من البدايه جوه النادي الاهلي، طبعا كل اولاد النادي الاهلي نجوم كبار، لكن اللي طالع من البدايات من الاهلي بتبقى القصه شويه غير. خلينا نرحب بنجمنا النهارده كابتن امير عبد الحميد اخطبوط الاهلي. كابتن امير اهلا وسهلا بيك، بشكرك طبعا على تلبيه الدعوه وعلى وجودك معانا النهارده في السادسه. انا اللي سعيد جدا ابو حميد ان انا معاك النهارده، وانا عارف ان اللقاء اتاخر شويه وانت من الناس المميزه جدا من زمان جدا جدا حبيبي وكان نفسي ان انا ابقى معاك في يوم من الايام، والحمد لله جت الدعوه النهارده. شيء يسعدني جدا، فشرف ليا دي اولا. تاني حاجه انا طبعا ببقى سعيد جدا وانا موجود في قناه النادي الاهلي وبيتي طبعا، وبشكر كل طبعا الاعداد، فريق الاعداد اللي عمل تقرير كويس جدا عليا، يمكن انا ما استاهلش كل ده بس بشكرهم جدا. بس انت قلت لي ان عدد البطولات اكتر من كده. في بطولات مستخبيه كده، يعني مثلا كانت خدت بطوله وانا عندي كان عندي 16 سنه مع النادي الاهلي، بطوله عربيه، ويمكن الناس ما اتكلمتش عليها كتير، كنت انا لسه في الناشئين بس طلعت مع الفريق الاول، كانت بطولتين، بطوله نخبه في تونس وبطوله، وكان النادي الاهلي بيلعب في بطوله افريقيا هنا. وبعدين يعني انا فضلت في بطوله النخبه وكملت الحمد لله، خدت بطوله، وفي اتنين سوبر مصري وفي سوبر افريقي، فكل ده متداري يعني. مشوار طويل يعني. وانت بتشوف ملخص ليه كده، ده مشوار يحلم بيه اي لعيب كوره، احساسك ايه لما بترجع فلاش باك وانت بتفتكر الماتشات دي والبطولات دي والالقاب دي، احساسك ايه دلوقتي؟ والله يا ابو حميد طبعا الاحساس اصلا انك انت بتلعب في النادي الاهلي ده كبير جدا، احساس كبير جدا وقوي جدا انك انت تمثل النادي الاهلي وببطوله. يمكن احنا متعودين واحنا صغيرين في النادي الاهلي انك انت ما بتاخدش مركز تاني ده خالص، دايما بتلعب على البطولات ودايما متعود على المكسب، وده اللي احنا يمكن عودناه في يعني، وبنعود الولاد اللي هم الشباب الناشئين اللي طالعين من النادي، وده شفنا احنا في بطوله كاس الرابطه. كاس الرابطه الولاد بيلعبوا لاخر ثانيه وصغيرين في السن وشباب، لانه شربوا خلاص الحته دي من النادي الاهلي، وشربوا شافوا نجوم كبار وتعودوا وعارفين تاريخ النادي الاهلي دايما بتلعب على المكسب وعلى التتويج. فالواحد وهو صغير يعني واخد على البطولات، واخد على انك انت تلعب دايما على البطولات. يمكن انا كمان من المواقف الطريفه، ولادي خلي بالك برضه يعني في البيت ساعات بيطلعوا لي بكاس، يطلعوا لي بميداليه سوبر. اخر حاجه كان لقيتهم بيقولوا لي بابي دي ميداليه غاليه جدا، كاس العالم الانديه ثلاث العالم، لقيتهم عاملين يجيبوا لي ميداليات وكده، هم خدوهم خلي بالك، خدوا الكؤوس والميداليات. فدي حاجه كويسه انك انت لما بتاخد بطوله بيبقى اولادك وبعد كده يبقى احفادك يكونوا في يوم من الايام باباهم كان بيلعب في النادي الاهلي ويمثل النادي الاهلي، فدي حاجه كويسه جدا، وكانت بتسعدني جدا ان الاولاد بيجوا لي بالكؤوس وبيجوا لي بالميداليات، لقيتهم محوشين حاجات كتيره جدا من ورايا. فدي حاجه كويسه انك انت بتبقى جوه نادي كبير زي او كيان كبير زي النادي الاهلي، بتاخد بطوله. خلي بالك وانت في النادي الاهلي بتلعب لقاء وبتبقى بعديه بتعمل لقاء كويس، بتبقى سعيد جدا، لكن انك انت بتبقى عنصر اساسي، جزء من الفريق، عملت ماتش كويس، كسبت الفريق مع زمايلك، بترجع البيت بترتاح، لكن عليك ضغوطات لان انت الماتش ده بيتقفل، بتيجي بعديه ماتش تاني او بطوله تانيه. فدي حاجه بتبقى كويسه جدا ان الواحد دايما بيلعب على المكسب، لكن انك انت تلعب مع النادي الاهلي وتاخد بطوله بتبقى حاجه كبيره جدا، وما يحسهاش غير جمهور النادي، ما يحسهاش غير اللعيبه، الجهاز الفني، تبقى حاجه كبيره جدا انك انت تكون بمثل النادي الاهلي بتاخد بطوله مهمه جدا ايا كانت. والنادي الاهلي دايما اي بطوله عنده بالنسبه له، كاس افريقيا، سوبر مصري، كاس مصر، اي بطوله بيلعب عليها على المكسب على طول وعايز الرقم. فبالتالي ان هو دي حاجه بتبقى كويسه انك انت يعني بتمثل النادي الاهلي بتاخد بطوله، بتبقى حاجه كبيره جدا. قبل ما اكلمك على حراسه المرمى في النادي الاهلي، عايز اكلمك على الجمهور. دايما بيقول ان الجمهور دايما بالذات في النادي الاهلي هو رقم واحد وليه دور كبير جدا ومواقف كبيره جدا مع الفريق ككل، لكن دور الجمهور مع امير عبد الحميد ايه اللي ما تنساهوش لجمهور النادي الاهلي؟ زي ما انت قلت يا ابو حميد كده، جمهور النادي عظيم، جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى ورا اللعيبه في الحلو في المر زي ما بيقولوا، في الاخفاقات في النجاحات. يمكن افتكر لما في سنه من السنين رحنا كاس العالم للانديه وخدنا ثالث العالم، رجعنا الناس يعني طايره بينا، وكانوا مستنينا في استاد التتش، وكانوا مستنينا في المطار، ده في النجاح. لما جينا كان في اخفاق 2008 اعتقد،
لما رجعنا من اليابان احنا قبل التالت قبل البرونزيه دي نسخه بقى كنا سادس العالم صح؟ صح كنا سادس العالم ايه. وبعد كده خدنا ثالث العالم وبعد كده لما جينا رجعنا تاني ما كانش فيه التوفيق. هي السنه بقول لك عليها دي اللي كان فيها اخفاق، لقينا الجمهور هو اللي كان بيساندنا وهو كان فرحان بينا واحنا فرحانين بيه اكيد. هو كان مستنينا في المطار وشالونا على كتافهم ونادوا الناس كتير جدا واحد واحد، فده حاجه بالنسبه لنا كانت قويه جدا وادانا دافع قوي. لان انت خلي بالك بعديها لعبت كملت دوري، كان ماتش صعب، كان عندك نادي الزمالك اسماعيلي ترسانه بعد ما رجعنا، فانت دلوقتي انت محتاج تعالج نفسي شويه. فلان اول ما شفنا الجمهور خلاص الموضوع انتهى. وطبعا كان معانا الكابتن خطيب والكابتن حسن حمدي كانوا معانا ساعتها وقعدوا معانا. ودايما خلي بالك الاداره ما بتشوفهاش غير لما يحصل دروب، ودي ميزه كبيره جدا. بتلاقي انت ما يحصل دروب يبقى محتاج حد يقف جنبك، محتاج حد يشيل عليك الضغوطات دي، وده اللي احنا تعودناه عليه من ساعه ما انا كنت موجود في النادي الاهلي ايام كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب والناس اللي كانت مسؤوله قبل كده طبعا. فده سيستم موجود جوه النادي، فكانوا ساعتها طبعا قعدوا معانا وخرجونا بره الضغوطات دي كلها. لكن وجود الجمهور موضوع تاني خالص. وافتكر في يوم من الايام 2002 او 2002 كان ساعتها كان في الفريق في مركز مش كويس ما يليقش بالنادي الاهلي، فالكابتن خطيب تولى ساعتها المسؤوليه، اعتقد كان ماسك معانا مشرف او حاجه في النادي، وكنا محبطين جدا وكان في ناس هتمشي من النادي. هو جمع الناس جمع الفريق وكنا بنبقى قلقانين شويه من الجمهور وهو بينادينا سنه 2002 اعتقد او حاجه، اللي هو الفتره اللي كابتن فتحي مبروك خدنا فيها الكاس. هو كان بيقول لنا روح للجمهور، الجمهور هيقف جنبك، استحمل الانتقادات استحمل الهتافات لكن مفيش مشكله خالص. عمرك اتضايقت من الجمهور؟ خالص بالعكس، يعني عمري ما اتضايقت من الجمهور، ولا بالعكس الواحد اصلا كان يعني بيبقى متضايق ومفيش جمهور واحنا بنلعب. أيوة. يعني انك انت تلعب ومفيش جمهور اعتقد انك انت بيبقى زي الفرح من غير معازيم زي ما بيقولوا. فلازم تلعب وتأدي وتبقى فخور بجمهور كبير زي النادي الاهلي هو اللي بيشجعك. انا افتكر في يوم من الايام الفتره اللي الحضري مشي فيها، انا عايز اقول لك انا لسه كنت اقول لك افكر بماتش المحله، ده اول ماتش انت لعبته بعد ما الحضري مشي صح؟ المحله، وبعد كده دخلت بقى ابو حميد على كاس افريقيا وكاس سوبر افريقي. انت الجمهور لا بس المحله بالذات بتهالي يعني من اول لحظه انت نزلت فيها الملعب وابتديت تسخن، انا عارف انه الجمهور قعد كتير جدا يعني يهتف باسم امير ويشجع امير لفتره طويله، يعني بتهالي حاجه زي كده حتى لو انت جاهز ومستني الفرصه بتهيالي برضو حاجه زي كده يعني تعلي من حالتك ومن تركيزك ومن مستواك في المباراه. بص يا ابو حميد يمكن مش من الماتش ده بس من قبليه بفتره يعني لما انا كنت باجي العب كنت ما بلعبش كتير، فكنت منزل بشارك بشكل يعني على فترات بقى متباعده وكده، كان جمهور ده كان عنصر مهم جدا ان انا اخد ثقه كمان. يعني الحمد لله الواحد مؤمن بموهبته، مؤمن بموهبه زمايلي بالجهاز الفني بالثقه بتاعتهم، لكن الجمهور في حته تانية خالص. الجمهور بيساند اي لاعب يلبس تيشيرت النادي الاهلي، وبيحب اي لاعب يلبس تيشيرت النادي الاهلي، لان النادي جمهور النادي الاهلي مع النادي الاهلي في ارتباط بينهم. فبالتالي انت كنت بتتشجع من وانت بتنزل، حتى لو ما كنتش بشارك ونازل احتياطي في تسخين مع اي حد ايا كان مين هو اللي كان موجود، الناس بتشجعك. اما قصه ان لما الحضري مشي فانت من النادي بقى مش من الماتش المحله، يعني المعسكر اللي كان قبل المحله كان عندها تمرين في النادي، وجمهور كان لقيته مستنيني في النادي قدام باب النادي، وقفوا جنبي وشجعوني واحنا وراك، وغير الجمهور بقى اللي بتمشي في الشارع بتقابله، غير الجمهور اللي جه الاستاد ماتش المحله، انت عارف ماتش محله في محله ماتش صعب ملعب طبعا. وجمهور نادي المحله كبير، والاغرب ان جمهور نادي جمهور المحله برده طبعا اكيد كان شجع ساعتها. لكن اللي انا عايز اقوله ان جمهور النادي الاهلي بصراحه يعني انا وزمايلي اي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي جمهور ليه فضل كبير جدا في اللي بيوصل له. يعني حراسه المرمى في الاهلي دايما مميزه، يعني انا ما تهيأليش انه في اي وقت من الاوقات 90% من تاريخ منتخب مصر حارس مرمى المنتخب هو حارس مرمى الاهلي. وانت لعبت مع منتخب مصر، لعبت مع كابتن حسن شحاته، واتمرنت كمان مع مانويل جوزيه، يعني لعبت مع اسماء كبيره جدا. لكن ايه السر في تميز حراسه المرمى في النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ ده مش فلسطين بس يا يعني من الناشئين، يعني ده هتلاقي جول الناشئين مثلا منتخب ناشئين هتلاقيه جول النادي الاهلي لازم، هتلاقي جول شباب جول النادي الاهلي، هتلاقي جول المنتخب الاولمبي هتلاقي جول النادي الاهلي. اكيد طبعا في جوال ثانيه انا فاهم طبعا اكيد حراس مرمى نادي الزمالك اكيد مميزين، ولكن هتلاقي دايما المدير الفني باصص لجول الاهلي،
يعني لما بيجي يبص يقول لك ايه، انا هاخد من اهلي او زمالك او اسماعيلي او ايا كان، بس النادي هو جو. أيوة انا بسالك ليه الاهلي؟ لانه يعني رغم ان يعني ممكن اعدلك الاسماء اللي انا شفتها، انا اعرف كمان انه من قبل ما انا اتولد، من قبل ما اتفرج على كرة، حراسه مرمى في الاهلي يعني حاجه عالميه. لكن انا بسال ليه الاهلي؟ عشان انه الاهلي فريق دايما بيهاجم، وفريق دايما كورته عنده رغبه في المكسب، فبالتالي من الصعب انه يتعرض لهجمات كتيره، او من الصعب ان الفرق تهاجمه كتيره، فبالتالي اختبارات الحراس فيه ما هياش زي فرقه مثلا بتعاني، فطول النهار حارس المرمى هو اللي شايل الماتش كله. ورغم كده حراسه المرمى في الاهلي مميزه جدا. هو ده السؤال، ليه؟ ايه السبب في ده من وجهه نظر امير، من خلال مشوارك وتدريباتك مع اتمرنت على ايد مين في الاهلي في الفتره اللي لعبت فيها؟ لعبت فيها كابتن احمد ناجي، قعد فتره كبيره جدا، واحد من اساطير تدريب يعني حراس المرمى. طبعا قعدنا فتره كبيره جدا، بعدين اتمرنت في ناشئين مع كل المدربين كبار، كابتن ابراهيم عبد العزيز وكابتن احمد ناجي برضو، خلي بالك من الناشئين يعني مرني في ناشئين، وبعد كده طلعنا الفريق الاول. هزود على كلامك يا محمد، اللي هو ان جول النادي الاهلي ما بيجيلوش هجمات وهو الاخر، لكن جول النادي الاهلي واي لاعب في النادي الاهلي بيبقى مميز في المنتخب. يعني هو ماشي مميز في المنتخب بشكل مميز، انه ده لاعب النادي الاهلي في الالتزام، مميز في ان هو في شغله في الملعب، في التمرين، في الاداء، في المعسكر، لاعب النادي الاهلي بيبقى باين. قصه الجول بقى انك انت عندك النادي الاهلي دايما اجواله مميزه، التاريخ زي ما انت بتقول كل حراس مرمى العظام كانوا في منتخب مصر وكانوا مميزين. النادي الاهلي عشان تلعب حد لازم يبقى مميز، انت عشان تلعب تدخل جوه النادي الاهلي لازم تبقى لاعب مميز او حارس مميز، فبالتالي عشان تلعب اساسي جوه النادي الاهلي لازم تبقى مميز قوي. فبالتالي انت بتلعب سواء في ناشئين او بتلعب مع الفريق الاول فانت مميز، طالما انت بتأدي بشكل كويس وموجود في النادي الاهلي وبتأدي بشكل كويس اكيد هيبقى ليك دور مع المنتخب. لما دخلت الاهلي وانت صغير كان مين الايكون قدام، مين مثلا، مين القدوه ومثل اعلى بالنسبه لك في حراسه المرمى يعني؟ بص انا لما دخلت النادي كان نفسك تبقى مين؟ مين الهيرو بتاعك؟ كابتن شوبير. كابتن شوبير يعني انا عشان اهلي اهلاويه اهلاويين جدا، وجدودي وكده كلنا احنا في الاهلي متربيين على الاهلي يعني، فانا كان ساعتها انضميت 89 او 88 89 90 حاجه كده. فكان اول واحد شفته كان شوبير بيلعب كان بيلعب ساعتها، وراح كاس عالم 90 ولما شفته في النادي كمان كان بالنسبه لي خضه. ايوب برده ايوب طبعا، شوبير قعد كتير قوي لغايه لما جات له الفرصه. بس كان مين برده قبليه مميز؟ كابتن ثابت. طب انت كان مين برده قبليه مميز؟ كابتن اكرامي. فانت اثنين مميزين في النادي، هم حراس النادي الاهلي، هم حراس مين؟ المنتخب مصر. انت بتشوف الشناوي دلوقتي، بتشوف لو علي استمر والشناوي مثلا لا قدر الله اصابه ولا حاجه هتلاقي علي موجود في المنتخب. بتشوف مثلا منتخب الاولمبي كله، كل الناشئين، مصطفى شوبير، وكان عمر رضوان لما كان معانا منتخب شباب، هتلاقي كل لعيبه النادي الاهلي الحراس مرمى في المنتخب. فاللي انا عايز اقوله ان دايما حراس مرمى مميزين سواء في منتخبات الناشئين او الفريق الاول، وده على مدار التاريخ، وفي نفس الوقت يعني بيبقى اكيد لهم دور مع المنتخب يعني. طيب انت كنت جيل مميز جدا، واحد من الاجيال المميزه جدا في تاريخ النادي الاهلي كله، وابتدى الجيل ده يتنافس نوعا ما الجيل اللي موجود دلوقتي مع الجيل بتاع 2005 و2006 من ناحيه البطولات ومن ناحيه الاداء. بس خليني قبل ما اكلمك عن التشابهات بين الجيلين، التشابه بين مرحله جوزيه مرحله موسيماني، خلينا اسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا ونجمنا النهارده كابتن امير عبد الحميد. قبل بس ما اتكلم على جيل جوزيه وجيل موسيماني، خليني ارحب نجم النادي الاهلي كابتن وائل رياض شيتوس، اللي يمكن كان موجود معنا قريب في فقره الحريف. خلينا نرحب بيه ونستقبل تليفونه. كابتن وائل مساء الخير. مساء النور، ازيك يا وحميد؟ عامل ايه؟ منور الدنيا حبيبي، بنسعد دايما ان احنا نسمع صوتك معانا. ربنا يخليك يا وحميد، تسلم، ربنا يكرمك. احلى هدف حطيته مع سجلته مع النادي الاهلي يا كابتن وائل ايه؟ من وجهه نظرك هدف. يعني كنت جبت جون في الدوري العام في بلديه المحله. موسم تقريبا 2003 او 2004 كده يعني، بس كان جون شكله حلو، وكان جون يعني كان جميل يعني. بس انا عايز اقول لك ان احنا، انت كنت موجود معانا في فقره الحريف، فقره بنعرضها كل يوم سبت، وبنطلب من الناس تختار افضل هدف. جماهير الاهلي اختارت لك الهدف بتاعك في توسكار الكيني، الماتش بتاع 3-0. جون حلو. استقبلتها على صدرك كده وطلعت لها باكورد، حطيتها في على حاجه ثانيه. بس جون حلو جدا جبته و في كابتن امير اللي قاعد قدامك ده وانا في المنتخب الثلاثه وهو في الاهلي، جبت جون فيه مميز جدا. كنت متغل قوي يا شيتوس، كنت بتلعب بغل قوي ليه؟ ايه؟ كنت بتلعب بغل قوي. لا انا وانا مع الاهلي بلعب بغل، وانا ضد الاهلي بلعب. انا يعني ده يعني انت عايز تقول ان امير جول كيفر سهل تجيب فيه جول.
لا بالعكس، ده كيبر كبير، انما انا لعيب كبير قوي. طبعا طبعا. كام سنه مع بعض يا كابتن وائل في الملعب؟ يا امير، عشره كبيره جدا جدا جدا. يعني بدانا مع بعض في الناشئين، هو اكبر مني طبعا امير، انما انا لما جيت النادي الاهلي سنه 98 كان امير متواجد، ويمكن صعدت مع فريق 19 سنه في النادي، ويمكن الفريق بتاع 19 سنه في النادي ده اللي هو كان تحت الفيرست تيم على طول، كان من اقوى الفرق اللي موجوده في الوقت ده. ويمكن كان المدير الفني كابتن مختار، والمساعد بتاعه كابتن ضياء السيد، وكان امير هو الحارس الاساسي، وكان الاحتياط بتاعه الله يرحمه احمد اكرامي. يعني كان جيل قوي جدا، ويمكن انا يعني كنت الوحيد اللي من مواليد 82 اللي كنت بتصاعد مع الفريق ده. فامير عشره كبيره جدا، ويمكن بعد ما بطلت بقيت مدرب امير، يعني في حاجات كده يعني في الكوره بتبقى غريبه ساعات. خلصت طارك يعني، خلصت طارك، خلصت القديم كله، خلصت طاري. انما لا، امير طبعا عشره عمر كبيره جدا 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 في الملاعب وبره الملعب، كمان احنا اصدقاء بشكل قوي جدا. فمن الناس اللي بتشرف بيها وبعتز بصداقتها وبزمالتها وبعشرتها. يعني ايه اللي ما تنساهوش لامير عبد الحميد جوه الملعب او بره الملعب؟ يعني مش عايز اتكلم في الكوره بس يعني. لا لا، امير يعني في مواقف كتير ما انساهالوش، لان احنا يعني زي ما بقول لك احنا عشره، احنا يمكن الموضوع مش ساعتين التمرين بس، احنا اوقات كنا بنخرج مع بعض، بنروح وبنيجي وبنعمل كل حاجه. انما انا انتهزتها فرصه دلوقتي ان انا يعني امير بعد ما اشتغل في التدريب طبعا الموسم ده مع الدكه الحديد، عايز اساله بقى على حاجه، لان هو كان من الناس اللي ساعات بتزعل مني لما كنت انا مدربه في الانتاج الحربي، لما كان مثلا يبقى لينا وجهه نظر معينه في اختيارنا لحارس مرمى ولا حاجه. دلوقتي بقى بعد ما بقيت مدرب بقى امير، يعني هل بيبقى في حاجه متعمده ناحيه اختياراتك، ولا بتبقى صناعات للمباراه دي او حاجه للمباراه دي؟ ده سؤال كان نفسي اساله لك. جاوب يا كابتن امير. عامل ايه يا شيتوس؟ وحشني والله. وانت وحشني شيتوس. على فكره من الناس الجميله جدا، وصاحب صاحبه، ويمكن هو رجعنا من 98 يا شيتوس او 97 حاجه كده بالظبط. كنت انا في منتخب شباب ورجعنا، كان اعتقد وائل كان جاي من نادي الجيش. يا وائل صح؟ بالظبط بالظبط كده. ولما احنا جينا كنت انا ساعتها انا واحمد سيد وتقريبا بلال، كنا منتخب بلال شباب وجايين بقى على التدريب، فجايين من راحه بقى فداخلين معاهم. لما شفنا وائل كان احنا كان وائل كان جسمه صغير. فلما جينا شفناه في التدريب لقينا هو الوحيد اللي مميز، يعني هو الوحيد اللي مميز في التيم بتاعنا كله. فسالنا يا جماعه مين ده؟ فكان معانا الكابتن ابو العيله اللي هو اللي كان بتاع التاهيل الاحمال بتاع الاحمال، قال لنا ده لعيب جامد جدا وبتاع. ورحنا الكابتن انبسطنا بيه جدا وفرحنا بوائل. يمكن اعتقد وائل اول ماتش ليك وانت معانا اتصعدت كان اعتقد السكه الحديد في الملعب الفرعي، فاكر؟ مظبوط مظبوط. كنا الماتش 0-0 وكان الماتش كان مقفول، ونزل وائل قعد يرقص وعدى من بين الناس وحطها، كان اول هدف لوائل معانا. في ابتدى يلعب اساسي وطلع مع الفريق الاول على فكره بدري. يعني طلع مع الفريق الاول بدري وهو صغير فمسمع، عشان كده لما لعب في الفريق الاول على فكره وائل جاب جوال كتير جدا كويسه. مع النادي الاهلي. بس انا مش عارف يعني هتقبلها مني ولا هتزعل مني، بس انا هقولها لك، انت كنت تستحق كمان تعمل اكتر من كده كتير يا وائل. امكانياتك كانت تسمح لك الحقيقه انك انت في لعيبه كتير في مصر الحقيقه كنت بشوف ان هم يستحقوا يروحوا لبعيد، مش بس في مصر، بره مصر، وانت كنت واحد منهم. مش عارف بقى تقبل او تختلف. عندك حق طبعا، انت عندك حق طبعا، بس برضه في الاخر في الاول في الاخر الاصابات، انا جالي الثلاثه رباط صليبي في رجل واحده، فهي فاهم يعني اللي بيجي له رباط واحد الدنيا بتختلف معاه، فما بالك بقى ثلاثه. ايوه ايوه. وقت قليل جدا، فالحمد لله. طبعا الواحد دايما ما بيبصش للي فقده، انما بيبص لربنا اداهوله. الحمد لله على كل حال. طبعا طبعا. بس بص، واخد بالك انت يا ابو حميد ان امير ما جاوبش على السؤال؟ ما انا لسه هجاوب اهو، لسه بقول له عايز اكلمه. يلا يلا كابتن امير. بص يا وائل، طبعا وائل لما جه معانا كان هو احنا واحد صاحبنا. ايوه. وبعدين لعبنا مع بعض، وفجاه انا وفضل وفتح الله وناس وزيدان اسامي وجده اسامي كبيره. صلاح امين. او صلاح امين طبعا، وحسن الشامي، وعامر، يعني ناس كتير جدا طبعا طبعا. مش عايز انسى حد. فمش متعودين ان وائل يبقى بيرص كونزات ومعانا، ويا جماعه التزموا ولازم مش عارف نعمل ايه وبتاع. ففي الاول كنا احنا، حتى انا كان موقف بيني وبين وائل، انا ضحكت وعمال ابص فمش مصدق
لحد ما هو جه قال لي بص انا في الملعب مدرب انت ما تعرفنيش. ودي حقيقه لو تفتكر الموقف ده سيتوس. طبعا طبعا كان معانا كابتن اسامه عبد الكريم، فانا اتخضيت ساعتها. بس هو طبعا اتخضيت ولا قفشت؟ لا بص اتخضيت. لا خلي بالك يا احمد، عايز اقول لك على حاجه بس عشان عميري كده يكمل. نوعيه اللعيبه اللي كانت متواجده منهم امير طبعا كراجل اكبرهم يعني سنا ومقاما وكل حاجه، مؤدبين جدا جدا وساعدوني. لا هي موضوع الموضوع ملوش لا الموضوع ملوش علاقه بتجاوز، ما اقصدش تجاوز، بس اقصد اقول انه في ناس ممكن من موقف زي كده تتخض، لانه انا يعني فاهم ازاي يعني الخض قاعد يضحك. قاعد يضحك الخض الخض يا ابو حميد، لان احنا كنا قبليها فتره خارجين بنتعشى عادي وبنضحك وبنهزر مع بعض والدنيا عادي جدا. وبعدين ايه بنشوفه جاي مع كابتن شاوي غريب وكابتن عبد الظاهر وكابتن عبد الستار وكابتن اسامه عبد الكريم، فاحنا ايه يعني مش عارفين نعمل ايه. لكن هو كان الموضوع هو امر واقع ان هو مدرب كبير جدا وهيبقى ليه مستقبل كبير جدا، فتعاملنا على هذا الاساس. لكن خرجنا اول ما بنخرج بره الملعب هو بيجي لنا الاوضه اصلا، ما بيروحش مع الجهاز، فبيجي يقعد معانا وبياخد شاور معانا خلاص هو واحد مننا. فالقصه اللي هو بيتكلم فيها ان هو كان كان من ضمن الجهاز، والجهاز طبعا بيحط ناس تشكيل وكل واحد ممكن يحط حد من وجهه نظره شايفها. فكان بالنسبه لنا احنا دايما كنا نيجي شيتوس احنا ليه ما بنلعبش، فهو كان بالنسبه لنا هو حاله الوصل. فبالنسبه لنا هو كان يعني احنا ظهره وهو ظهرنا، فاحنا عايزين نعرف التفاصيل رايحه فين. ما حدش يقدر يروح لكابتن شوقي يقول له انت ليه ما لعبتش او ما عملتش. فبالنسبه لنا كنا يعني غصبا عننا كل واحد عاوز يلعب، وزي ما وائل قال نجوم كبار ومحترمين جدا ومؤدبين جدا. مع العلم احمد بس عشان امير بقى امير ذكي ما ياخدكش برضه في اتجاه تاني. امير مثلا الماتشين ثلاثه يعني ما لعبش معانا ماتشين ثلاثه. ايوه انا حسيت انه قعد السيزون كله. حسيت انه السيزون كله قعد على الدكه. يعني هو مش قاعد احتياطي، لا ده لعب السيزون كله وقعد ماتشين. فبيجي يتكلم بقى يا جماعه انتوا قعدتوني ليه؟ يا عم بس خلي بالك انت عارف انا كنت زعلت ليه، بغض النظر عن اللعب ومش اللعب. اللي انا عايز اقوله ان هو طبعا اكيد بعد كده اكيد وائل الوضع اختلف. اول ما الواحد بيبطل، اول ما انت بتبطل بتشوف القصه كلها من بعيد من منظور تاني خالص. انك انت دلوقتي بقيت مسؤول. طب انا دلوقتي بقيت مسؤول، الاول كنت بلعب وعاوز العب وخلاص شايف نفسي بس، ودي حاجه مش وحشه ان الواحد عاوز يلعب. لكن امتى يبقى اسلوبك كويس، امتى اسلوبك يبقى امتى تغل في التمرين عشان تحرج الجهاز الفني. في ليها كذا حاجه، لكن اللي انا عايز اقوله ان الوضع فعلا انا لما بقيت اصلا مدير اكاديميه النادي الاهلي وبشوفها من ناحيه الولد اصلا صغيرين اللي بيجي يلعب بيزعل ويتقمص، فانا بيرجعني بقى وانا لاعب، فباجي اتكلم معاه اللي هو ما تعملش مشكله اصبر. حتى ابني بيلعب ولادي الاثنين بقول لهم نفس القصه، ما تتكلمش ما تعملش حاجه. اللي انا كنت ممكن اعمله او الحاجه السلبيه اللي انا كنت بعملها بتنقل خلاصه التجربه لاولادي او لاي حد. فانا لما مسكت في نادي السكه الوضع فعلا كنت شايفه زي وائل بالظبط، ان انا النهارده عندي ثلاث حراس مرمى فعايز الاعب حد ونفسي الثلاثه يلعبوا بده بشكل كويس. بس الحمد لله كابتن وائل خلي بالك انا لعبت الثلاثه وخليت الثلاثه مفيش ادنى مشكله، وكنا مع بعض اصحاب جدا، وحتى لحد اللحظه قريب جدا بيكلموني وبنخرج مع بعض وما كانوش اصلا عايزين نمشي في نادي السكه. خلي بالك قصه ان امير عزم مجاهد هيبقى مدرب كبير برده وقدم استقالته، لكن النادي والولاد الحراس واللعيبه كلهم كلموني اللي هو لازم تقعد معانا احنا عايزين. صحيح. فبالتالي الواحد وهو لاعب او مسؤول بيبقى الدنيا مختلفه شايف الامور من وجهه نظره هو. بس نورتنا كابتن وائل. بص يا احمد ان امير يعني شخص محترم ومؤدب وكان لاعب كبير جدا، وان شاء الله في التدريب هيبقى حاجه كبيره جدا ان شاء الله. يعني الفتره القصيره اللي اشتغلها في نادي السكه يعني زي ما بتقول ده ما اتقال لي يعني ان هو عمل شغل كويس، وان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية بتاعته بإذن الله إن شاء الله يبقى مع بعض شيتوس. وشكرا على المداخلة شيتوس، إن شاء الله قبلك بعد المشوار مع المنتخب الأولمبي في حاجة جديدة يا كابتن وائل؟ إن شاء الله بإذن الله قريب كل حاجة بقى في وقتها وإن شاء الله. وأنا مبسوط جدا إن أنا موجود معاكم النهاردة. إحنا مبسوطين أكتر، إحنا مبسوطين أكتر بيك أحمد، وبالتوفيق يا أمير إن شاء الله الفترة اللي جاية، ونتمنى تشرفنا قريب إن شاء الله في السادسة بإذن الله. شكرا كابتن وائل رياض، واحد من نجوم النادي الاهلي اللي حبيناهم. احنا الحقيقه بنحب نجوم النادي الاهلي دايما، لان هم يعني خلينا نتفق انه الاهلي مش الموضوع طبعا كوره ومتعه والقاب وبطولات، لكن حتى اللي مالوش في الكوره يا كابتن امير الاهلي بالنسبه له واحد من اهم اسباب الفرحه والسعاده في الحياه. يعني دايما
معنوياتك في السماء، دايما فرحان، دايما حاسس انك انت منتمي لمنظومه مش بس ناجحه لكن عندها قواعد، عندها مبادئ، حاجه منوره كده. ونتمنى ان يعني زي ما في الاهلي في الرياضه يبقى في الاهلي في حاجات تانية كتير، مش كنادي اهلي ككونسبت كمفهوم. يعني اكلمك كوره شويه بقى، وكثير من الناس ابتدت تقارن بين، وبحكم الارقام بصراحه الراجل يستحق، يعني من ساعه رغم ان في اسماء كتيره جدا جت في الفتره ما بين جوزيه وموسيماني، اسماء عالميه يعني حدش ينكر، مثلا حد زي مارتن يول ده يعني راجل، يعني حسام البدري عمل حاجه، محمد يوسف عمل حاجه، وغيرهم وغيرهم، جاريدو عمل حاجه، بس ما حدش قارن اي حد من الاسماء دي بجوزيه غير موسيماني. وفي ناس شايفه انه موسيماني يكاد يكون المدرب الوحيد القادر على تجاوز فتره جوزيه، وكانت فتره اكتر من رائعه. بص يا محمد، هو كلام فايلر من الاسماء برضو المحترمه جدا، عشان انا مش عايز انسى، بس انا بدي امثله. يعني القصه كلها زي ما انت قلت، في مدربين في النص بين مثلا مانويل جوزيه وموسيماني. مثلا مانويل جوزيه خلي بالك الخبره بتاعته باينه من اول تمرين. تمام. يعني احنا اول تمرين هو مسكنا كان في اجتماع، فكان معانا طبعا الجهاز الفني، كان اول فتره اعداد يعني. احنا متعودين فتره اعداد انك انت بتخش بقى جامد وحواجز وبتاع مش عارف ايه والكلام ده، ضرب نار يعني، ضرب نار من اول يوم فتره اعداد. فمستر جوزيه لما جه قال لك لا يا جماعه، دخل بقى الشغل الحديث في الكوره. يعني احنا مثلا مهما كنت تغيب على فكره شهر او اسبوعين ثلاثه، هو ليه تمارين معينه بيبدا فيها الدنيا كويسه جدا، وبعد كده يروح شادد في النص شده، وروح نازل شويه بالحمله قبل الماتش، فتلاقي نفسك انت عايز تلعب ماتش تاني. تمام. فت طول الوقت، حاسس انك فت وجاهز، فت طول الوقت، بلس ان هو كمان بيتعامل بالشكل بالعامل النفسي مميز جدا. خلي بالك ثلاث ارباع اللعيبه اللي في مصر هنا لو عملتهم نفسي حتى لو ما اتمرنش قوي هتطلع منهم هيطلع احسن حاجه من عنده. هو كان عارف مين اللي اشد عليه، ومين اللي ادادي فيه، ومين اللي حايل عليه، ومين مين كان بيتعبه، مين اكتر لعيب كان بيتعب مانويل جوزيه. كان بيتعب مانويل جوزيه، بص هو كان شخصية قوية جدا، بس أنا عارف إنه كان شخصية قوية جدا. هو دايما كان في يعني مشادة بين نجوم كبار في التيم، بس في صالح التيم يعني. بيبقى اللاعب ده مثلا عايز ينقل حاجة بطريقة معينة، أنا كان كابتن فريق أو أنا نجم الفريق والكلام ده كله، فهو كان دايما بيخلي النجم هو الفريق، وكان دايما بيتكلم بيعنف ناس كتير جدا. وفي ناس محترمة مؤدبة ولاعيبة كبيرة جدا مش محتاجه حد اصلا يقول له هايل برافو، لان هو نجم كبير، لكن برضه كان بيحايل عليه وطبطب عليه ويتكلم معاه بطريقه مش يعني بهدوء عشان يخليه يأدي بشكل كويس. وفي مره راح معني في حد تاني عشان يأدي بشكل كويس، فهو كان عنده خبره كبيره جدا من اول يوم. تاني حاجه، هو اول ما دخل في مصر على طول وابتدى يتعامل مع الناس ويتعامل مع اللعيبه، خلاص انت بتتكلم في مواقف ليه معاك انت شخصيا يعني. في ماتشات معينه كان بيتكلم فيك فيها معاك بشكل مباشر، في نصايح كان بيقولها الامير بشكل مباشر من دي وان. والله يا احمد، هو اول معسكر كان في اسكندريه، جه سال عليا مين، قال لك ده جول ناشئ لسه طالع ومش عارف ايه، شافني في المعسكر قال لا هو ده جول كويس جدا هيبقى مستقبل النادي. رحنا البرتغال، يعني خلاص هو خلاني رقم اثنين بعد الحضري، وبعدين دخلنا على ريال مدريد. فاللي انا عايز اقوله لك بقى في الحته بتاعت السؤال الاولاني، ان من ضمن الحاجات اللي هو برضو عنده خبرات كبيره جدا فيها ونقلنا في حته تانية خالص، ان هو من اول يوم فهم اللعيب المصري عاوز ايه، وفهم اللعيبه اللي موجوده كل واحد يتعامل معاه بشكل عامل ازاي، وطلع منه احسن حاجه ازاي. فبدانا باول ماتش ريال مدريد، ده ادى دفعه قويه جدا ليه هو ولينا. اول ماتش كان ليه اعتقد ريال مدريد، وبعد كده حصل دروب ماتش في السويس، راح لممنا تاني ودخلنا بقى. من ساعتها انت ابتدى بخبراته، تغييراته، التيم، اللعيبه اللي جابها ضمها للنادي الاهلي، شافها وعارف وسمع وشاف كذا حاجه ليهم وجابهم، فاللي هو كان ساعتها بركات وابو تريكا وفلافو. لا انا مش عايز الفرقه كلها، انا عايز امير بس. يعني تفتكر له ايه؟ في حاجه، في موقف ما بتتنسيش، في كلمه معينه اتقالت في وقت معين، في نصيحه، في طبطبه، ايه اللي ما تنساهوش لمانويل جوزيه؟ هو كان بيعاملني بشكل كويس جدا، كان بيحبني جدا، كان في كذا موقف، منهم موقف مثلا المحله اتكلم معايا وقال لي انا مش هتكلم معاك كتير، لان انا قبل كده عارف مؤمن بيك بموهبتك، انت تبقى يعني انت تلعب واستمتع، العب واستمتع. في الموقف ده قعد معايا، كان معايا الكابتن احمد ناجي والجهاز، لكن هو كان له دور كبير جدا. كنت خايف قبل ماتش المحله؟ خالص. انا بلعب في النادي الاهلي، انا فاهم. بس برضو يعني
ضغوطات في ضغط وفي موقف طارئ وفي في جديد، فبالتالي برضو مسؤوليه يعني. بص يا حميد، انا من وانا صغير اتعودت ان انا في النادي الاهلي على الضغوطات، فبالتالي لما اتحطيت في موقف زي كده انا كنت بلعب وانا مستمتع. يعني عايز تقنعني طول مشوارك ده، طول مشوارك ده مفيش مباراه كانت تقيله عليك؟ مفيش مباراه كنت شايل همها او خايف منها؟ او خلي بالك يا ابو حميد، انا بطوله افريقيا اللي هي بتاعت نهائي كاس مصر مع الزمالك بالنسبه لك ما كانتش مباراه يعني خالص. كل ده انا بلعب في، انا لابس تيشيرت النادي الاهلي، فطبيعي ان انا ولعبت اي فريق في العالم انا ما عنديش مشكله. حلوه الصفقه. في موقف في ماتش برشلونه، ساعتها كنت جايب جزمه جديده، هو ما بيحبش، كان يحب، ما كانش بيحب اللي حد يجيب جزمه جديده يلعب بيها على طول. لازم تتمرن بها مرتين ثلاثه عم حارس يلبسها شويه ويلينها. فعشان احنا كنا ساعات بنجيب يعني تراب او حاجه ونحط الجزمه عشان اساس ان احنا نقول له ايه لعبنا بيها، لعبنا بيها قبل كده. فكان بيفهم وعارف، يقول لنا لا دي جديده مش هتلعب بيها. فانا كنت جاي، حد جايب لي جزمه من بره وهنلعب برشلونه. الشوط الاولاني ما لعبش بالاساسيين برشلونه، هو كان قايل انت بكره هتسخن بين الشوطين وهتلعب. لما لقى الضغط جامد جدا واو الاخر، قال لي لا انت مش هتلعب، هريحك النهارده. قلت له تمام ما عنديش مشكله. فكان دايما يجي يقول لي مثلا هتلعب الماتش الجاي بس عايزك تستمتع. هو كان دايما في كلامه معايا العب واستمتع، انا مؤمن بموهبتك واغلط ما عنديش مشكله. ده موقف المحله. موقف الزمالك قبليها وكاس مصر بتاع، قال لي هتاخد الكاس كله واستمتع والعب واغلط ومفيش مشكله، والحمد لله خدنا الكاس وخدت احسن حارس. رحنا اليابان كان في ضغوطات جامده جدا، كان في ناس بعيد عن الناس اللي بتفهم سوري في الكوره كانوا بيقطعوا فيا جدا عشان يخبطوا في النادي الاهلي عشان يوقعوا النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي كبير ووارد انك انت تحصل دروب او اي حاجه، لكن مش وقعت فني، انت وقعت بسبب واحد يعني مش ما عندوش علم او وعي بالكوره كتير جدا، فكان بينقل صوره غلط، فالجمهور خد على ده. لكن هو قعد معايا ساعتها وقال لي عندنا ماتش بكره خامس وسادس، استمتع بيه، عايز تلعب العب ما تلعبش. قلت له هلعب ولعبت كنت كويس جدا. ده موقف تاني. موقف تالت بتلعب في اسماعيلي، في اسماعيليه انت كل ماتشاتك، انت كل ماتشات الاهلي في اسماعيليه يعني، احنا حتى واحنا بنعرض الماتيريال ماتشات كتير جدا لعبتها في الاسماعيليه ضد الاسماعيلي. والله يا ابو حميد بص، من احسن ماتشات تعليق ضغوطات كده جدا وبستمتع. انت في البدايه قلت ان حارس مرمى بتاع النادي الاهلي ما بيجولوش كتير، لكن انت لما تلعب فريق زي نادي الزمالك اكيد بيجي لك ضغوطات. لعب الاسماعيلي في اسماعيليه، مصر في مصري، اتحاد، بيجي لك هجمات. انا من الناس اللي كنت بلعب وانا مستمتع، ما بعرفش اتشد يعني. انا حتى الكابتن ناجي كان يبقى قلقان شويه ويجي يتكلم معايا، اقول له استمتع واستمتع بيا ان شاء الله، وبعد الماتش هتشوف الدنيا راح فين. فكان يقول انا عارف انك انت بتستمتع بس غصب عني انا كمدرب ببقى طبيعي قلقان وعايزك تبقى كويس. فكل الماتشات اللي انا كنت بلعبها الحمد لله لعبتها وانا مستمتع، ما كانش في ضغوطات من اول المحله. فالراجل كان ليه مواقف كتير جدا معايا ومع الناس اللي زمايلي اللي موجودين. بالنسبه المقارنه بتاعته مع المدربين اللي في النص ومع مستر موسيماني، مستر موسيماني لا انا عايز اقف مع المقارنه دي عشان ما يجيش فاصل في النص يقطعها، لان الحقيقه فيها كلام كتير عايز اقوله بين موسيماني وبين جوزيه وبين كمان جيل النادي الاهلي الحالي والجيل اللي فات والالقاب والبطولات اللي موجوده والاثنين حققوها، والناس كتير شايفه انه الجيل ده ممكن يكسر او يعدي، وده شيء يفرحنا طبعا. الانجازات اللي حصلت قبل كده، بس هتسمح لنا نروح لفاصل اخير ونرجع بقى بعد الفاصل نسمع منك رايك في المقارنه ونسمع منك رايك في الافضل على مستوى حراسه المرمى في مصر وفي العالم وفي النادي الاهلي. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. بنرجع لحضراتكم، نرحب بكابتن امير عبد الحميد ضيفنا النهارده في السادسه. نقف عند او نرجع للنقطه اللي وقفنا عندها، جيل موسيماني قادر على تحقيق نفس انجازات جيل مانويل جوزيه مع ولا ضد؟ اكيد طبعا، يعني اعتقد ان الجيل اللي موجود دلوقتي جيل مميز وخد بطولات، ومش عايزين نقارن جيلين ببعض لان الاجيال كلها على مدار التاريخ في النادي الاهلي كل واحد عمل انجاز، وكل جيل عمل انجاز مع النادي الاهلي. مفيش جيل في الاهلي ما سابش بصمه يعني، لازم. التسعينات اصحاب بصمه وخصوصا في البطولات العربيه، الثمانينات طبعا وكلم على بدايات الاهلي في بطولات افريقيا، فمفيش جيل في الاهلي ما حققش انجازات وفرح الجماهير. لكن انا بقصد اقول الجيل بتاع جوزيه كمان كان في دخول العالميه، يعني فكره انك انت تلعب مع انديه كبيره، تواجه البارسا وتواجه الريال حتى لو وديا، تلعب في بطوله زي بطوله كاس العالم وتحقق برونزيه، في نقله نوعا ما واختلاف شويه عن الجيل او الاجيال اللي سبقته. ما شفناش ده بيتكرر تاني على مدار السنين، انك انت تفضل مسيطر على افريقيا في موسمين، تاخد لقبين ورا بعض وتروح لسوب الاثنين سوبر افريقي وتروح لاثنين برونزيه، غير في الجيل الحالي. فعشان كده بقول الناس شايفه انه ده جيل ممكن يكسر ويعدي كمان الجيل بتاع مانويل جوزيه من حيث الالقاب والبطولات. زي ما انت قلت يا ابو حميد، الجيل اللي هو بتاعنا لما اتحطينا على الطريق العالميه زي ما بيقولوا،
ورحنا كاس العالم للانديه، اول جيل برضو لعب في كاس العالم للانديه، الجيل اللي احنا كنا موجودين فيه خدنا بطولات، كان في بطولات عدد بطولات كتير جدا كل فتره، كنت كل يوم حد تاخد بطوله. ايوه ف يعني نقلنا الحته دي الحمد لله. كمان عالميا احنا لما رحنا اليابان الناس كلها ما كانتش عارفه النادي الاهلي في الاول، لكن بعد كده بقى اسم النادي الاهلي وحطوا لنا اعلام وعملوا لنا حاجات في الماركتات اللي موجوده، ويعني بقى اسم كبير جدا. كان ابو تريكا قاعد في في اي بي من احسن لعيبه كاس العالم للانديه مع ميسي، يعني الموضوع كان اتحطينا على الطريق. بعد كده الجيل اللي هو جه بعدين اللي هو جيل فتحته مميز. يعني فتحته البوابه بالزبط. فتحته الطريق. لكن الجيل اللي موجود جيل محترم جدا، جيل مميز جدا، فيه لعيبه مميزه، فيه ناس من ريحه الجيل ده موجوده زي وليد سليمان طبعا. الشناوي على فكره من الجيل دوت. الشناوي كان معانا في النادي الاهلي، كان صغير بس ما كانش خد فرص، وكان معانا وحضر بطولات معانا وفي معسكرات في المانيا ومعسكرات كبيره جدا كان معانا. يعني لكن زي ما قلت لك يا ابو حميد، النادي الاهلي سيستم، منظومه زي ما انت قلت في الاول، كله بنمشي على 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 اللاين ده، نفس التراك ده، انك انت بتكمل وده بيكمل وفي اجيال ثانيه هتطلع تكمل الجيل اللي موجود دلوقتي. لكن تحسب الجيل اللي موجود ان هو برده في كل بطوله موجود وبيشارك وبيكسب بطوله ولعب كاس عالم انديه وحافظ على تالت العالم بتاعنا، الجيل بتاعنا اللي كنا موجودين خدوا مرتين. فبالتالي ممكن عدد الماتشات الدوليه كان على ايامنا كانت اكتر. أيوة. يعني بتلعب فرق اوروبيه كانت اكتر، لكن اعتقد ان الفتره الجايه في ناس المسؤوله جوه النادي الاهلي هيبقى جيل نخلص بس من كورونا دي. اعتقد كورونا الكورونا برضه لها دور كبير جدا طبعا. طيب عايز امشي معاك سريعا بقى، امير عبد الحميد يختار افضل ثلاث حراس مرمى في مصر دلوقتي حاليا؟ شناوي، ابو جبل، محمد صبحي. محمد صبحي وافضل ثلاث بس في حراس قد بشكل كويس. انا علي لطفي عاجبني جدا لما لعب، مصطفى شوبير حتى حمزه لعب كان بشكل كويس. ده بالنسبه للنادي الاهلي، في انديه ثانيه عواد لعب في الزمالك قد بشكل كويس. انا عايز افضل ثلاثه يعني. في حراس مرمى كتير مميزين، انا عارف افضل ثلاثه. سليمان عامل موسم كويس، وجاد بسام اعتقد برده كويس يعني، لكن انا عايز افضل ثلاثه. هو شناوي، ابو جبل، محمد صبحي. وافضل ثلاث حراس مرمى في التاريخ؟ في التاريخ؟ لا في التاريخ دي صعبه يعني. في التاريخ في نجوم كبار يعني. عندنا في مصر حراس مرمى بمستوى عالمي يعني؟ لما تقول دونا روما، لما تقول نوير، لما تقول هيجرو لوريس، لما تقول كورتوا، تقدر تحط حارس مرمى زي مندي مثلا السنغالي حارس مرمى مصري مع الاسماء دي؟ لا، ما احنا مش هينفع نقارن مندي اللي هو اقرب لينا في افريقيا باي حارس مرمى. يعني كان انت عندك حراس مرمى يلعبوا في اوروبا يلعبوا. انت عندك شناوي يقدر يلعب كويس جدا من سنين، والنهارده ابو جبل يقدر يلعب. انت عندك النهارده في اولاد صغيرين في كل المراكز، احترف لاعب مصري في نادي ما في اوروبا ما عدا حراسه المرمى، يمكن ما كانش فيه غير تجربه واحده لكن ما فيش مش كتير. يعني لو انت جيت شفت مندي مثلا، مندي خلي بالك من سنين بيلعب في اوروبا. يعني في الدوري الفرنسي بقاله فتره كبيره جدا. لما لعب وظهر في الدوري الفرنسي راح تشيلسي، طبعا تشيلسي علاه جامد جدا وهو ادى بشكل كويس جدا، فاختار احسن حارس في افريقيا واحسن حارس في العالم، وخد احسن حارس في بطوله افريقيا. الموضوع بالنسبه له قصه مختلفه. لكن عندنا حراس مرمى يلعبوا في اوروبا يلعبوا طبعا، مع انه الحراس المرمى يطلعوا في سن صغير. طبعا لو عندك فرصه كويسه تسافر طبعا. نعرف نسوق للاعب المصري وحارس المرمى المصري بشكل جيد؟ ينفع، بس انت الفكره انك انت الخطوه تاخدها ازاي ومين النادي اللي هيسيبك. هي دي الفكره يعني. نروح لماتش الاهلي وسان داونز، وسريعا جدا للناس بتوع الابيض والاسود اللي كنا لسه بنتكلم عليهم، اللي شافوا الاهلي والهلال، الاهلي بيقدم واحده من اقوى المباريات، فتوقعوا او كانوا عايزين السيناريو ده يتكرر في ماتش الهلال السوداني، وده اللي ما حصلش. تتوقع ماتش سان داونز يكون ازاي، واي السيناريوهين اقرب، اهلي هلال سعودي ولا الاهلي الهلال السوداني؟ الهلال السوداني طبعا كان قصه خالص مختلفه، الناس جايه محبطه من المنتخب، ابتديت النهارده تلعب، كان عندك امل بالميراث انك انت تكسب، الاحباط قل شويه، لكن انت كنت في امر واقع انك انت بالظروف اللي انت موجود فيها وكورونا والاصابات والحاجات دي كلها، انك انت تلعب تحافظ على المركز الثالث وتحقق، واللعيبه قد بشكل كويس جدا. طبيعي ان انت بعد 3 4 ايام عندك ماتش وهتسافر السودان، درجه حراره عاليه جدا، الظهر الملعب مش كويس اكيد، ظروف ما كانتش احسن حاجه، ولكن
ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي بياخد خطوه ماتش بماتش وبطوله ببطوله. النهارده عندك ماتش ان شاء الله المقصه في الدوري، اتمنى ان شاء الله اللعيبه تبقى بتأدي بشكل كويس ويستعدوا للسان داونز. سان داونز ماتش صعب، عندهم لعيبه كويسه جدا طبعا، مستر موسيماني عارف سلبيات وايجابيات عندهم، ولعبناهم كتير جدا، كسبونا قبل كده في النهائي وكسبناهم، وماتشاتنا معاهم تبقى دايما صعبه جدا، لكن اعتقد كافه النادي الاهلي والطموح والخبرات اكيد في صالح النادي الاهلي. بتمنى ان شاء الله ان اللعيبه تبقى في حالتها، لان طول ما لعيبه النادي الاهلي في حالتها ما حدش واقف قدام النادي الاهلي. طيب قبل ما اروح لمباراه مصر والسنغال، بدايه اسماء اللاعبين اللي من وجهه نظر كابتن امير عبد الحميد تستحق انها تكون متواجده في مواجهه مصر والسنغال اللي جايه القاهره، حراسه مرمى ولا عمل؟ لا عموما انا اعتقد ان هو مستر كيروش مش هيغير كتير. أيوة. ممكن يضم مثلا، ممكن محمد هاني، الناس اللي ممكن تنضم محمد هاني، ممكن يضم ياسر ابراهيم، الناس اللي ممكن تنضم، مش هيغير كتير اعتقد. أيوة. يعني ممكن واحد او اثنين بس. مصر تقدر تتجاوز السنغال وتوصل لكاس العالم؟ تقدر طبعا، ولكن الامور صعبه جدا. انت عندك برضو خلي بالك، يعني السنغال فريق قوي جدا بيلعب بثقه كبيره جدا طبعا. هو حصل انت تراهن على ايه في ماتش السنغال بتاع القاهره الاول؟ اراهن على اللعيبه، ان حاله اللعيبه، يعني حاله اللعيبه اللي موجوده، لعيبه كبيره جدا من نجوم العالم. يعني انا شايف ان محمد صلاح بيلعب مضغوط، محمد صلاح ما ينفعش يلعب وهو مضغوط، ما ينفعش، لازم الناس كلها تساند محمد والمنتخب واللعيبه اللي موجوده، ما يبقاش في ضغط على اللعيبه. طول ما انت في ضغط على اللعيبه شفنا الاداء كان عامل ازاي، لما الضغط اتشال شويه ابتدى الامور بقت كويسه جدا ووصلنا للفاينل. فانا شايف من وجهه نظري ان حاله اللعيبه موجوده، والتشكيل زي ما مستر كيروش عرف يعرف التشكيل الصح ايه وده يلعب فين، اعتقد ان حاله اللعيبه هتبقى مهمه جدا في اللقاء. ولازم نخلص هنا برضو بحيث ان انت تبقى انت مرتاح، بحيث ان انت هناك برضو الماتش هيبقى صعب في ظروف صعبه، وهم لعيبه كبار جدا. شايف ان الامور هتبقى صعبه، لكن احنا اسم كبير ومنتخب قوي جدا وعندنا لعيبه مميزه. مريت بمواقف مشابهه، خدت مواجهات صعبه مع المنتخب. في خلاصه خبره امير عبد الحميد في مشواره مع منتخب مصر، لو حابب توجه رساله لنجومنا اللي هيلعبوا مع السنغال، ايا كان اسمهم ايه، يعني احنا مش عارفين لسه سكواد منتخب مصر اللي هيلعب ماتش القاهره، تحب تقول لهم ايه؟ انا عايز اقول للعيبه، انت كل واحد لازم يصدق نفسه ان هو لعيب كبير، ولازم كل واحد يخدم المنتخب، كل واحد يبقى ما يلعبش يلعب من غير ضغوطات. احنا في نجوم كبيره جدا بتلعب مضغوطه، فاحنا مش عايزين ده، عايزين كل الناس تساند اللعيبه الموجوده. رسالتك للعيبه نفسها؟ رسالتي للعيبه ان ده ماتش 90 دقيقه وفي ماتش 90 دقيقه تاني. لازم اي فرصه، الفرص اللي زي دي عشان توصل كاس العالم، لازم الفرصه اللي تيجي تخلص على طول وتجيب جول، لان انت هتعاني. انت لو انت الفرصه مش هتيجي كتير في ماتش السنغال، ماتش السنغال مميز في كل الخطوط اللي موجوده، حراسه مرمى، دفاع، نص ملعب، فراوده، مميزين. عشان يجي لك فرص هيبقى الامور صعبه جدا. فانا اتمنى ان اللعيبه تلعب بشكل كويس ويلعبوا بروح ويلعبوا بعزيمه ويلعبوا من غير ضغوطات. اعتقد ان المنتخب قادر ان هو يعدي، وان شاء الله ونوصل وكل الناس تبقى معاهم ويفرحونا ان شاء الله ويصعدوا ان شاء الله كاس العالم. شرفت ونورت، ربنا يخليك يا ابو حميد، وانا سعيد جدا انك كنت معاك، وانا سعيد جدا بوجودك معانا النهارده، واتمنى تكون قضيت معانا وقت يعني خفيف لطيف كده زي ما بيقولوا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن امير عبد الحميد نجمنا النهارده في السادسه، وبشكر حضراتكم على المتابعه. نتابع مع حضراتكم، كل التوفيق لرجالتنا بكره ان شاء الله. مش بس عايزين المكسب، مش بس عايزين الصداره مره ثانيه، ومش بس عايزين ثلاث نقاط، لكن عايزين كمان نطمن على المواجهه اللي جايه ان شاء الله. بكره تكون بروفه قويه لمواجهه سان داونز. بشكر حضراتكم على المتابعه وعلى كل خير، نتقابل على شاشه الاهلي دايما.